أمنيا دائما كشفت مصالح أمن عين البيضاء في أم البواقي عن عيادة سرية لإجهاض النساء الحوامل. التدخل الأمني مكن من اقتحام مسكن لأحدى النساء يستغل كعيادة سرية لإجهاض النساء ذوات الحمل غير الشرعي من الولايات الشرقية. العملية مكنت أيضا من حجز مختلف العتاد المستعمل في العيادة وأدوية مختلفة تستعمل في الإجهاض لا تباع في الجزائر، إضافة إلى وثائق طبية مختلفة، كما تم تحرير محضر قضائي للمتهمات مع تقديمهم أمام محكمة عين البيضاء. تم من خلالها توقيف امرأة في العقد السادس من العمر وفتاة في العقد الثاني من العمر مشتبه فيهما في قضية الإجهاض. العملية جاءت على إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام امرأة بعمليات إجهاض لذوات الحمل غير الشرعي على الفور وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق المباشر مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء. تم استصدار إذن بالتفتيش لمنزل سالف الذكر ليتم على إثره توقيف مشتبه فيهما وضبط واسترجاع كامل المعدات المستعملة ومتمثلة في أدوات طبية وشبه طبية تستعمل في عملية الإجهاض، سرير طبي كبير الحجم خاص بالتوليد، بالإضافة إلى أدوات وأدوية مختلفة تستعمل في عملية الإجهاض. إن تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما في القضية مع تقديمهما أمام الجهات القضائية.